السلام عليكم، انا نجاة سابخر. كنطلب نشوف با مريض بزاف مشلل، ما كنخليناش مرة با نشوفو. الا كنتبقى عليها كتبقى تعوض كتقول لك كوكا عباد الله كفا يجمعو عليا، ما عرفتش غنديرو فهاد القضية. وهي كتكرفسو في الفوق، ما كتخليناش نشوفو، معدي عليه. انا مكنوض مشلل وما كيدويش، هو كيغوت كيعيط لينا، ولكن هي ما كتخليناش نطلعو عندو، ما كتخليناش نشوفو. احنا بغينا غير نشوفو با، انا مريض بزاف وهو كيغوت كيعيط لينا، وهي ما كتخليناش نشوفو، كتسد عليه كتخرج. حيت اصلا خويا داك لوطيل فين خدام حدا الجردة، فين يمشي الصباح لخدمتو كيلقاها جالسة في الجردة. وشكون اللي كيقابلو في الفوق؟ هو راه عندو ولادو، مني كان صحيح كان مهرلي فينا، ولكن من طاح دابا راه محتاج لينا. بغينا غير نشوفو، الا مقداش عليه تهبطو لنا حنا نقابلوه، ولكن هي معدي عليه في الفوق كتسد عليه وكتخرج. مشات عند الجندار قالت لي لا راه انا اللي كنطلب عليه. علاش غتطلبي عليه؟ راه عنده ولادو اللي يهزو. قالت لي لا انا كنخرج كنطلب عليه، حنا راه عند ولادو اللي يهزو اللي قابلو حتى يتشافى. هي قالت لك لا خليه في داك القنت حتى يموت. كان من رمضان اللي ما شفناه، منين طاح ما عمرنا شفناه. كدق عليها كتبقى تغوت هي من الفوق، زعما راه عجمو عليها. حنا بينا غنشوفو بانا، ماشي من حقنا نشوفو غير با، غير نقابلونا تاني وبما قداش عليه تهبطو لنا حنا نقابلوه. كتخرج هي كتسارى وكتخلي هو بالجوع وكيغوت. دابا فيما كنتقو عليه كتبقى تقول لك وكوكا عباد الله باغي تهجمو عليا، حنا شغل تهجمو عليها. دابا خفنا دابا الا طلعنا عندها تمشي تحط لنا شي باطل ولا شي حاجه وحنا ما درنا ليها والو. دابا كنطالب السلطات حيت دابا الا دخلتي عندها تقدر تحط عليك شي باطل ولا شي حاجه، حيت غير كدقي غير الباب كتبقى تغوت. خليها كاع الا كاع دخلتي عندهاش غادي ديش غتحط عليك شي باطل، حيت كتقول الناس لا كيتهجموا عليا. اصلا كاع ما كندخلوا كاع نشوفوا، ما خاصها تهجموا عليها. علاش غتهجموا عليها؟ راه مرات بارا هذاك، علاش غتهجموا عليها؟ حنا كنطلبوا منها غير نشوفوا بانا، الا ما قداش عليه تهبطوا لينا. حتى من ناحيه الطويه اللي كاينه في الرحبه هرساتها، وراحت على امي الجاج وجرحتها في يديها. انا شنو فيها شي عيب؟ الا شفتي تشوفي غير باك حيت فريد طاح، يعني هو في هذيك الوقيته راه محتاج لك توقف معاه. هو كيتعدى في الفوق واش طيبطو من الصندوق مات عاد تشوفيه. حنا راه بغينا غنشوفو بانا، حيت دابا اللي طاح بغينا دابا نكونو حداه، ولكن ما كتخليناش نطلعو. كيف ما قلت لك كتقي عليها كتبقى تقول لك واك واك عباد الله بغيت تهجموا عليها، كتبقى تغوت. واخا ما درتي لها والو، واخا انت بغيتي غير الدق شوف غير باك بلا احترام، ولكن هي ملي كطلع عندها الفوق كتبقى تغوت، غير كتهضر معاها كتبقى تغوت. كتهجموا عليا كتبقى تغوت، صافي كتهبط، صافي كتسكتي انت، صافي كترجعي عاوتاني. لا تحط عليك شي باطل، تقدر تحط عليك شي باطل وانت ما دايره والو. داكشي اللي كيخلعنا كاع نطلعو كاع مازال، يعني ما قداش عليه تهبطو لينا اولا يمشي للسبيطار يتعالج، حيت الا بقى في هذيك الحال غادي يموت. هكا اللي قالت لينا، قالت لك كتقولنا من الشرج مخليه تما في هذاك القنت حتى يموت، ما كتبغيش يتعالج ما كتا حاجه، كتسد عليه وكتخرج كدور كيغوت حتى يسكت، ما عرفت واش كتعطيه شي حاجه ولا الله اعلم. السلام عليكم، انا بغيت ندخل على حساب والدي لي ما شفتوش هذه شي سيمانه، ما شفتوش. جيت من السفر عيطات لي الوالده قالت لي راه مريض، راه جيت نشوفه ما شفتوش. جيت ندق باش نشوف الوالد ما بغاش تحل لي الباب، كتبقى تغوت كتبقى تغوت. قالت لي لا ما غاديش تشوفيه، حنا بغينا نشوفو بانا، ما بغينا حتى حاجه. هادشي اللي بغينا، هادشي اللي بغينا. ما با مريض بزاف، هو كيبرح لينا، بغا ولاد وحنا كنجلسو في التحت كنسمعو ليه، هو كيبرح علينا. واش غيبقى با تما تيموت؟ تعطينا حنا نعالجوه باش يبرا. هي فين ما دق عليها تقول بغيت نشوف با، كتقولك لا كتغوت، تقول لا خليه هنا يموت. علاش غيموت؟ راه حنا ولادو، راه بغيت نشوف با. قلت لها راه غادي نشوف با، قالت لي خاصك ديري معايا واحد الالتزام، انا كتسيني ليا في واحد الورقه انا بانه ما نخرجهاش هي. حنا ما كتهمنا حتى حاجه، ما كتهمناش الدار، حنا كتهمنا نشوفو با.